السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نستكمل بمادة الجغرافيا وحدتنا الأخيرة الرابعة بعنوان التكنولوجيا والأدوات الجغرافية، بفصلنا الأول اللي عنوانه الخريطة وموضوعنا الثاني اللي عنوانه الخرائط أهميتها وأنواعها. بعد ما بدأنا بحصتنا الماضية بالتعريف بعناصر الخريطة اللي هي زي مفتاح الخريطة، عنوان الخريطة وغيرها وتحليلها، اليوم إن شاء الله بدنا نستكمل معلومات برضو بتخص نفس الموضوع اللي هو الخريطة. رح ناخذ اليوم الخريطة أهميتها وأنواعها، يعني رح ناخذ مفهوم الخريطة، أهمية الخرائط، ليش اتطورت الخرائط، وأهم إشي كمان أنواع الخرائط. طبعاً في بداية درسنا رح نلاقي سؤال مباشر جداً، لماذا نحتاج إلى الخريطة في حياتنا اليومية؟ الخريطة هي وسيلة قديمة جداً لعملية التواصل والاتصال ونقل المعلومات، فهي شيء كان قديم جداً الإنسان من خلاله بيقدر إنه يوضح صورة غير واضحة. فالخريطة بتعريفها الحالي اللي نحن بنتعرف عليه هو طريقة يتم من خلالها تمثيل سطح الأرض الكروي أو جزء منه على سطح مستوي زي ما شفنا بدرسنا الماضي، يعني نحن بننقل هالأشكال اللي على الكرة الأرضية على سطح مستوي، ممكن ننقل كل الكرة الأرضية، ممكن ننقل جزء منها، قارة منها، دولة منها، منطقة من دولة على سطح مستوي حتى تصير أوضح للدارس، طبعاً وفق مقياس ومسقط، مقياس رسم لحتى نحس انه في بين حجم القارة او الدولة على الخريطة الحقيقية بالحقيقة وبينها على الخريطة في نسبة وتناسب، القارة الكبيرة بتبين انها كبيرة، القارة الصغيرة بتبين انها صغيرة، فلازم يكون في مقياس رسم ومسقط لحتى ننقل الاحداثيات بشكل دقيق، يعني انا مثلا فوقي سوريا تبين انه سوريا فوق الاردن ما تكون شرقها او غربها، تمام؟ طبعا باستخدام رموز منتقى حسب وظيفة الخريطة واللي هو موضوع اخذناه بالتفصيل موضوع الرموز في درسنا السابق. اذا مرة ثانية، الخريطة هي طريقة من خلالها احنا بنمثل سطح الارض الكروي على سطح مستوي وفق مسقط للخريطة وفق مقياس رسم وباستخدام عدة رموز. شو أهمية الخريطة؟ ليش الخريطة بالرغم من كل التطور اللي احنا وصلنا له ما زلنا بنستخدمها ونتعامل معها؟ لعدة أسباب. أولا تحديد الموقع، تحديد الموقع الجغرافي وتحديد الموقع الفلكي، يعني هلأ احنا لو بدنا مثلا ندل حدا على مكان معين جغرافي، تمام، بدنا نصير نقول له قدام قبل اطلع، اما لما بنرسم خريطه الفكره كلها بتكون اوضح. فتحديد الموقع، يمكن نحن هلا بنستخدم هذا الشيء في اليه اللي هي اللوكيشن، صارت تقدر تعطينا اي موقع بدنا اياه من خلال نقل الاحداثيات الفلكيه على اجهزتنا، ونحن نقدر بعدين نوصل لاي مكان وين مكان، حتى لو كانت المنطقه نحن بالنسبه لنا مجهوله وما بنعرفها. 2 ايجاد علاقات متبادله بين الظواهر، مثلا بالخريطه بنقدر نحن نربط انه المناطق الجبليه مناطق امطار مرتفعه، بينما المناطق مثلا اللي زي الاغوار مناطق امطارها قليله، فنحن بنقدر نعمل علاقات في الخريطه كعلاقه الامطار بالحراره او التركيب الصخري والمعدن، يعني مثلا الصخور الصلبه غالبا معدنها كذا، الصخور الرسوبيه غالبا فيها كذا، فهذا كله نحن بنقدر كمان هاي العلاقات نوضحها في الخريطة، بالإضافة لإجراء القياسات والحصول على بيانات نوعية وكمية. درسنا الحصة الماضية عن أنواع الرموز، قلنا في رموز بتدلنا على أنواع وفي رموز بتدلنا على كميات، فنحن من الخريطة مثلا بدنا نعرف هالمحافظة هاي شو فيها مثلا نوع معادن، بنشوفه بخرائط نوعية للمعادن، كم فيها، هل فيها كمية كبيرة أو الكمية قليلة، برضو بنشوفها بخرائط كمية لنفس المعدن، فنحن بتصير عندنا معلومات نوعية وكمية. كمان تحديد الشكل المدروس للظاهرة بصورة أقرب إلى شكله الحقيقي مثل القارات والمحيطات، يعني نحن كل خريطة كنا نعرضها بالصف صار عندنا تصور إنه في دول مثلا شكلها قريب للشكل الهندسي للمربع، في عندنا دول مثلا شكلها لا غير منتظم، في عندنا دول وهذا درسناه طبعا بفصلنا الأول، في عندنا مثلا صرنا نعرف إنه المحيط الهادي هو أكبر محيط بالمحيطات، نتخيل مكانه، نتخيل موقعه، نتخيل مساحته، فالخريطة بتخلينا نتخيل الأشياء الحقيقية بصورة قريبة جدا لصورتها الحقيقية، زائد إنها بتعطي معلومات وافية عن طبيعة وتوزع نمط الظواهر الجغرافية مثل نمط الانتشار السكاني. نحن لو بدنا نعرض خريطة للأردن فيها نمط انتشار مثلا للسكان، رح نشوف دغري إنه في بعمان
تركز سكاني، بين مثلا في معان تخلخل سكاني، فهذا بيكون واضح في رموز وأشكال واضحة على الخريطة، زائد أنه بتوضح الظاهرة الجغرافية بشكل أفضل وأسهل للمتعلم. يعني لما نحن بنحاول نشرح لحدا عن أي شيء غير لما بيكون شايفه وهو مرسوم واضح قدامه على شكل خريطة، هدول هم أهمية الخريطة بشكل عام. أما كيف تطورت الخريطة، كيف وصلت للشكل اللي نحن هلأ نتعامل معاه بتحديد المواقع وفي الاستشعار عن بعد، هي رح تكون مواضيعنا لقدام شوي بالفصل الثاني لأسباب كثيرة. أولاً طبعاً زمان الخريطة كانت ترسم يدوياً، تمام؟ أما في عملية الطباعة، تطور عملية الطباعة خلتنا نستغني عن الطريقة اليدوية، فبالتالي صارت عملية أني أنا أعمل أكثر من خريطة أو أعمل خريطة لمواضيع معينة صارت أسهل. أما زمان كانت الخريطة تستغرق وقت كثير طويل وجهد كثير كبير، فكانت عملية إنشاء خريطة هي عملية بحد ذاتها عملية متعبة جدا. لما صار في طباعة تطورت عملية الخرائط. 2، طورت عملية التصوير الجوي واللي هو رح يكون موضوعنا في الحصص القادمة إن شاء الله، اللي هو إنه نحن عم نصور الأرض من الجو في أماكن كتير ما كنا نقدر نرسم لها خرائط لأنه ما كنا نقدر نوصلها، ما بنقدر نعمل عليها مسح ميداني، فكنا صرنا بعد ما صار في تصوير جوي نقدر نبعث طائرة تصور المنطقة ومن الصورة نحن بنرسم المكان. زائد طبعا ظهور أقمار صناعية، الأقمار الصناعية بتصور صورة من الفضاء، الصورة الجوية بتتصور من الجو، بينما القمر الصناعي بيصور الصورة من الفضاء، فصرنا نقدر ناخذ صورة أوضح للأرض، لأنه لما بناخذ الصورة من الفضاء احنا بناخذ صورة الأرض كاملة بالجزء طبعا اللي نحن عم ناخذ الصورة منه. طبعا قد ما حاولنا انه نحن ناخذ صور في الجو مش زي لما بناخذها من بعد كثير كبير اللي هو من الفضاء. كمان تطور أجهزة المساحة والقياس وكل الحاسبات الإلكترونية اللي هي النهضة التكنولوجية اللي صارت. إذا نحن ببداية درسنا حكينا عن ليه نحتاج نحن الخريطة في حياتنا اليومية، قلنا لأنها هي أصلاً طريقة قديمة وما زالت اليوم موجودة ولكن بشكل متطور أكثر. هي طريقة بتمثل سطح الأرض الكروي على سطح مستوي وفق مقياس رسم ومسقط ورموز، وفي لها عدة أهميات ما زالت قائمة لليوم في وقتنا الحالي، زائد أنه في عدة أسباب ساهمت في تطور الخرائط، منها عملية الطباعة، الصور الجوية، الصور الفضائية، وتطور أجهزة المساحة والقياس. هذا الجزء الأول من درسنا. أما الجزء الثاني فهو بيحكي عن أنواع الخرائط. هل أي خريطة منشوفها تعرض نفس الفكرة، تستخدم نفس المقياس، إلها نفس المميزات؟ أكيد لا. بشكل عام، عام جدا، الخرائط إلها نوعين. في عنا خرائط بنسميها الخرائط العامة واللي هي إلها ثلاث أنواع. الخرائط اللي بنشوفها بالأطلس اللي بنعرضها في الصف على السبورة، الخرائط الطبوغرافية اللي نتعرف عليها بدرسنا اليوم، والخرائط التفصيلية. خرائط عامة، تمام؟ هذا أو هذا أو هذا هي خرائط عامة. النوع الثاني هي الخرائط الموضوعية، من اسمها خرائط موضوعية، يعني هي مختصة بموضوع معين، وبسموها كمان خرائط التوزيعات، يعني بتكون خرائط بتخص النبات، خرائط بتخص المياه، خرائط بتخص السكان، فهي بتكون بس بتعرض الظاهرة اللي عم تحكي عنها. خلينا نبدأ هلأ في الخرائط العامة. الخرائط العامة بشكل عام تعريفها هي الخرائط التي تمثل مساحة كبيرة من سطح الأرض، ويكون طبعاً مقياس رسمها كتير صغير مثل خرائط الدول والقارات والمسطحات المائية الضخمة. من اسمها خرائط عامة إذن هي ما بدها تورجيكي تفاصيل، هي بدها تورجيكي شكل عام. تيجي الخريطة مثلاً لمحيطات، تيجي الخريطة للقارات كلياتهم مع بعض، زي خريطة العالم اللي كنا نعرضها بالصف، هاي اسمها خرائط عامة لأنها هي ما عم تورجيكي تفاصيل. ونحن قلنا قبل هيك إنه كل ما كبرت المساحة اللي أنا عم بغطيها بالخريطة مقياس الرسم بيصغر. وضحنا هذا الإشي بدرسنا الماضي لما قلنا إنه مقياس الرسم علاقته مع الظواهر بين الخريطة والأرض هي علاقة عكسية. كل ما كبر الإشي اللي أنا عم بغطيه وأنا بدي أحصره بهالخريطة، فمقياس الرسم بيصير إيش؟ أصغر. كل ما بدي أعطي تفاصيل مقياس الرسم بيصير أكبر. الأنواع هي الآتي: أولاً خريطة الأطلس اللي كلياتنا بنعرف الأطلس درسنا منه ونحن صغار، اللي هو نفس الخرائط اللي بتعرض بكتبنا المدرسية، تمتاز به مقياس الرسم الصغير لأنه على الأغلب هي بتغطي مساحة كبيرة.
صغر مقياس رسمها، وهي من أشهر أنواع الخرائط العامة اللي هي خرائط الأطلس، تغطي جزءاً كبيراً من سطح الأرض وتتسم بإظهار التفاصيل العامة. إذاً خرائط الأطلس مقياس رسمها صغير، أشهر نوع من الخرائط العامة هو خرائط الأطلس، وتسهم بإظهار التفاصيل العامة، ما بتحكي عن يعني ما بتحكي عن تفاصيل دقيقة، بتحكي عن شكل الأرض بشكل عام. تنتجها الدول حتى نتعرف على حدودنا، حدود الدول المجاورة بالنسبة لنا، يعني ما بيكون الغرض منها أني أنا أدرس موضوع معين زي نبات، مياه، معدن. تستخدم غالبا كوسيلة تعليمية توضيحية، يعني هلأ كلياتنا صار عندنا بذهننا صورة لشكل الأردن. من وين انطبعت هاي الصورة؟ من الخرائط، خرائط الأطالس، لأنه هم بيرسمونا شكل الأردن الكامل بخريطة، ونحن هذا الشكل انرسم عندنا بمخيلتنا، فهي تستخدم كوسيلة تعليمية. أنا حطيت هون خريطة عامة للعالم حتى بس نحن نستذكر كيف نحن أصلاً عندنا فكرة عن هاي الخريطة، يعني خريطة العالم موجودة بذهننا بهذا الشكل، تمام؟ فهي بتسهل عليك عملية أنك أنت تعرفي حدود الدول، أشكال القارات، مساحة المحيطات. اثنين، الخرائط التوبوغرافية. الخرائط التوبوغرافية بتمتاز بأنها هي عبارة عن خريطة كلها خطوط. شو هاي الخطوط؟ هاي الخطوط اسمها خطوط الكونتور، يعني خطوط الارتفاعات المتساوية. هاي الخطوط نحن مش مطلوب منا انه نقرأها، هاي الخريطة، هاي الخريطة يعني المختصين هم المسؤولين عن قراءتها، ولكن نحن بدنا نعرف معلومة مهمة مذكورة بالكتاب، اللي هي انه هاي خطوط الكونتور لما منشوفها بالخريطة متقاربة بشكل كتير كبير، بيكون بدل هذا الاشي انه المنطقة هاي اللي الخطوط فيها متقاربة شديدة الانحدار، بينما لما منشوف خطوط الكونتور بمنطقة بعاد عن بعض، هذا بدل على انه هاي المنطقة ما فيها كتير انحدار. مميزاتها إنها بتظهر التفاصيل، وبالتالي مقياس رسمها كتير كبير، بتظهر التفاصيل يعني عم تحدد منطقة معينة، وبالتالي مقياس الرسم كبير، ما أخذين راحتنا نحن بالرسم. تظهر الكثير من الظواهر الطبيعية والبشرية، هي مش زي الخرائط العامة، هي بتحدد ظاهرة طبيعية أو بشرية وبتدرسنا إياها. تتميز بدقتها العالية لأنه مقياس رسمها كبير طبعاً، في قياس المسافات وحساب المساحات، واللي هو حيكون موضوعنا القادم إن شاء الله، قياس المسافات وحساب المساحات. يعني لما بتدرسي خريطة طبوغرافية بتقدري تاخدي بالضبط قديش في بين هاي المنطقة وهاي المنطقة مسافة، قدي مساحة هاي المنطقة، فهي دقيقة جدا بالنسبة لموضوع المسافات والمساحات. وثالث نوع من الخرائط العامة اللي هو اسمه خرائط التفصيلية. غالبا من اسمها طبعا خريطة تفصيلية، فهي بتظهر مكان صغير، تظهر مظاهر صغيرة، مساحتها جدا بتكون صغيرة. زي أنا هون اخترت لكم خريطة مش موجودة بالكتاب، هي خريطة لمحافظة معان، يعني احنا بس أخذنا محافظة من 12 محافظة اللي بالأردن، أوكي، وعملناها بخريطة تفصيلية. شو بتتميز؟ بإظهار التفاصيل للظواهر الطبيعية، لأنها أصلا ماخدة مكان صغير فبتقدر تعطيكي تفاصيله، زائد إنه مقياس رسمها طبعا صرنا عارفين إنه الإشي اللي بيعطي تفاصيل، الإشي اللي بيعطي مساحة صغيرة، بيكون مقياس رسمه كبير. قبل ما نروح على النوع الثاني من الخرائط، نرجع نأكد على معلوماتنا بالنسبة للخرائط العامة. الخرائط العامة ثلاث أنواع. الخرائط العامة هي الخرائط اللي بتمثل مساحة كبيرة ومقياس رسمها صغير، زي خرائط الأطالس اللي مقياس رسمها صغير، وهي من أكثر الأنواع المنتشرة، بتنتجها الدول بس لحتى تعرفك حدود الدول، وهي وسيلة للإيضاح والتعليم فقط. الخرائط التوبوغرافية تكون مليئة بخطوط الكونتور اللي تقاربها يعني الانحدار، وتباعدها يعني قلة الانحدار، تظهر تفاصيل دقيقة جدا في قياس المسافات والمساحات، مقياس رسمها كبير، تشتغل على كل الظواهر كانت طبيعية أو بشرية. الخرائط التفصيلية بتحدد مكان مساحته صغيرة، وغالباً بنستخدمها إحنا في دوائر الأراضي، وتظهر التفاصيل ومقياس رسمها كبير. ثاني نوع من الخرائط اللي هو الخرائط الموضوعية، برضو من اسمها موضوعية، يعني مختصة بموضوع، كمان بسموها خرائط التوزيعات. يعني نحن سواء سألناكم خرائط الموضوعية أو خرائط التوزيعات نفس المعنى، هي الخرائط التي تعرض ظاهرة جغرافية معينة في كل مكان، في مكان محدد من سطح الأرض، سواء أنها الظاهرة طبيعية، سواء أنها الظاهرة بشرية، بتحكي مثلاً عن سكان، بتحكي عن نبات، بتحكي عن مياه، المهم أنه ظاهرة واحدة، وتهتم كل خريطة بموضوع محدد، ما بتلاقي بالخريطة أكثر من موضوع، تمام؟ هي خريطة موضوعية، زي
خلينا نشوف أمثلة. خرائط للمناخ تكون كل الخريطة بتحكي عن المناخ. أنا هون الخريطة بتحكي عن النبات، برضو هاي من النت خريطة بتورجيكي وين المناطق اللي فيها غابات، وين المناطق اللي فيها صحاري، وين المناطق اللي فيها حشائش، تمام؟ خرائط السكان، هلأ هون خرائط المناخية هي ظاهرة طبيعية، خرائط السكان ظاهرة بشرية، خرائط بحرية ظاهرة طبيعية، خرائط نباتات ومياه ظاهرة طبيعية، تمام؟ فهي بتكون مختصة بموضوع محدد بتحكي عنه بخريطتها، زي الخريطة اللي موجودة عنا هون. للتذكير بدرسنا بشكل عام، درسنا خفيف لطيف إن شاء الله أنه ما بتتغلبوا فيه، حكينا عن الخرائط بشكل عام، عرفنا الخريطة، حكينا عن أهمية الخريطة، حكينا عن ليش كيف تطورت الخرائط، بعدين ذكرنا أنواع الخرائط، قلنا أنهم بشكل عام هم نوعين. النوع الأول خرائط العامة لها ثلاث أنواع، أطالس طبوغرافية وتفصيلية. النوع الثاني خرائط الموضوعية أو التوزيعات، بتكون تختص بموضوع واحد ذكرناها وحاولنا بالصور أنها تكون أوضح بالنسبة لكم. الله يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.